لسه مش هتفرج حسون الغانم، مركز امبابة، منشار القناطر، عازف مزمار. وكانت البداية كان عندنا واحد الله يرحمه ويسامحه اسمه الشيخ سليمان، فحببني فيها، قال لي تشتغل معانا في الفرق وكده. فجيت اتعلمت الأول طبال إيقاع، وبعد كده حبيت المزمار، عشقت المزمار، فتجولت معاهم، سبت الدراسة، خرجتني بالثانوية العامة، نسيت الدراسة، حبيت المزمار، مشيت معاهم، اشتغلت في الأفراح، الجماعة في البيت كرشوني بره، فمشيت فيها. بعد كده تجولت، رحت مع بعض الناس الكبار، حسيت ان انا اقل منهم، تجولت مع ناس كتير كتير، يمكن في بره مصر كله، من اسوان لمرسى مطروح، بجد بجد على الصح. في ناس بقى الله يرحمهم كتير توفوا، في اللي موجود، في يعني في اذكر لك ناس اتوفت مثلا كتير، في عمي ابراهيم شاهين الله يرحمه، عمي لبيب شاهين، وفي دول بعض الناس اللي توفت، وفي عم امين هندي الله يرحمه، وفي بعض عم فكري هندي. كان الناس دي بتعزف بس ولا بتعزف وبتصنع؟ فيه اللي بيعزف وفيه اللي بيعزف ويصنع، يعني مش كل الصناعات، في مثلا في بعض الحاجات كده مش لازم، يعني مثلا دام انا عازف لازم أن اروح لاي حد كل شويه اروح لحد، في بعض الحاجات الصيانات ديت لازم أن يكون اللي بيعزف بيعملها هو، انما صناعه في مثلا بنروح المخرطه بنجيب الخشب، بعد كده مثلا في اللي بيفصل وفي اللي ما بيفصلش، في ناس بتفصل في الشرقيه وفي في المنوفيه، يعني مثلا زي نعيم فاروق اللي هو صورته عندكم جوه في المعرض، وفي مين تاني، وفي في الشرقيه في بعض الريس عابد المصري، وفي في الغربيه عم ابو سله وابن مجدي، وفي في دمله الريس رزق وولاده، في في المنوفيه طبعا ابو الكل عم كامل ابو الزحمه سك الضحاك، بس انا مش حابب ان ولادي يكونوا فيها. ليه؟ ليه؟ بلاش مستقبل الناس هتبطلها وتنساها يعني؟ هو اللي هويها مش هينساها، مش هينساها ابدا مدى حياته، بس المهم يكون هويها، انما كمهنه تفتح بيت لا ما اظنش، لازم أن يكون في حاجه تانيه معاها، لازم أن يكون في تانيه مهنه تانيه معاها، انما مسؤوليه بيت وحياه ما ينفعش هي تبقى مسؤوليه بيت في الظروف اللي احنا فيها، اولاد ودراسه والحياه اللي احنا فيها، ما ينفعش هي تفتح بيت. بالنسبه للمزمار على شفته بره العالم كله، كان عاملين لنا اعلانات حتى في محطات المترو بتاع فرنسا، وكان في بعض الالبومات والصور والاستيكر كانت محطوطه في بعض الشوارع، كانت محطوطه من ضمن الاستيكرات على عند برج ايفل، فرقه الالات الشعبيه بشبرا الخيمه واستضافها القنصليه المصريه في فرنسا. احكي لك حكايه، كنا في فرح وحاطط العده ريح وشغالين في امان الله، فجت الريشه ديت باظت، العده اللي هي ايه ديت، واحنا شغالين في امان الله والفرح بسم الله ما شاء الله، حاطط دي قدام واحد ابن حلال راح واخد دي، عيل صغير خد دي في دماغه يلعب بيها، جت الريشه دي باظت، يلا نشتغل مفيش شغل. صاحب الفرح جه ابو العريس، سكتته ليه؟ مش عارف اقول له ايه، اقول له انا اللي بوظت لك الفرح؟ اشتغلوا يلا عايزين الفرح. سكت ليه؟ ما سكتش ليه؟ مش عارف ايه. قلت له بالعربي كده عشان لا انت تبقى في مشكله ولا في مشكله، واحد من العيال الصغيره اللي عندكم خد العده بتاع الشغل وانا حاططها ريح، طب ما تحطهاش في جيبك ليه؟ قلت له انا متعود ان احطها في ريح عشان لو حاجه باظت تبقى قدامي سريع على طول اشتغل.
دي كان الاغرب موقف، وسبحان من عداه. ابو الفرح جه، صاحب ابو العريس جه، انتوا وصلتوا لي الفرح ازاي مش ازاي. طبعا كان في الفرح بيتلم النقطه فيه الفلوس اللي انا حمدت ربنا ان اخد الفلوس وخلاص. طب يا عم الحاج، طب العربيه؟ قال لا لا، قضيه انت بوظت لي فرح ابني، يبقى لازم تتقدموا تتقدموا. طب والادب دي كده يا حاج؟ طب ومعايا خمس ست رجاله، قبضت من جيبي، وفي الناس قبضت من جيبي، وشلت العربيه من جيبي، والحمد لله ان هي جت على جد كده وخلاص. عندي فرح كان في المنوفيه، رحنا الفرح، شكل الفرح كئيب. فاحنا طبعا عاملين ايه، مسرح كنب، اللي بيزمروا بيبقوا كنبتين فوق بعض، واللي بيطبلوا كنبه واحده قاعدين ايه تحتينا كده، نظام درجتين سلم كده، الكنب بيبقى نظام درجه سلم، واحده على واحده، اللي بيزمر فوق واللي بيطبل بيبقى تحت. فانا معايا واحد زميلي عمال اقول له يا رب الفرح يحصل فيه حاله وفاه دلوقتي، ولا واحد ينضرب بالنار. والله والله حصل. ليه؟ قلت له مش عارف، انا عايز امشي. يا عم طب هي كده ساحتنا يا عم. قلت له لا، يعني يا اما يلا نتعارك في الفرح. قال لي يا دوك ممكن تحصل مشكله شويه، والكهرباء بتاعتك فالعده محطوطه كده، اللي الجماعه بيطبلوا بيها زي كده بالظبط. فانا في ترعه ورايا، فحطوا العده اللي بيطبلوا الايه، في بيبقى حاجه اسمها زخم كده اللي هم بيطبلوا على الطبله يعني. فحطوا طبعا الاثنين العده قدامهم عقبال ما الكهرباء تشتغل. فهم مش واخدين بالهم، انا رحت ماسك العده بحالها في الترعه ورحت راميها. طبعا الكهرباء اشتغل. طبعا بدانا احنا سمار، احنا نظام اللي بيطبلوا طبعا المفروض يشتغل. طبلوا يدور على العده، ما فيش. طبلوا في واحد اسمه الريس رمضان، عامل ايه من الصور جوه، يا بتعتبر ابن عمه. طبل يا رشاد. قال له يا ابن عمي العده اتسرقت. قال له خرب بيتي يا رشاد، وراح ماسك الجلابيه بتاعته. طبعا الناس في الفرح مش عارفه حاجه، ولا اشتبه حاجه. طبعا دي قطع الجلابيه. كانت من اغرب المشاكل برضه في الافراح. وبطلنا ومشينا.